أي جهد في العلاقة معناها أن العلاقة دي مضطربة. العلاقة الصحيحة الجميلة الممتعة ما فيهاش جهد نهائيا. طبعا بقول كلام غير اللي بيتقال خالص. أي جهد في العلاقة معناها اضطراب طرفي العلاقة. اضطرابهم مضطربين الاثنين. فأنا دلوقتي هقول لكم إيه؟ علاقتي بمراتي مجهدة، يبقى أنا مضطرب في العلاقة دي. مش هي المضطربة. قطعا أنا المضطرب في العلاقة. ليه؟ لأن أنا مستنيها تتغير وتتصلح وأنا ما عملتش حاجة.